احمد ايه ما شاء الله انت جاي رياض هنا وكل الاخبار بتسال وبتكتب على انك انت دلوقتي عريس صديقتنا حبيبتنا شيرين عبد الوهاب. ف مبروك. المفروض الكلام ده كان اتقال من شهرين بقى في شهر ابريل عشان تبقى كتبه ابريل. يعني شيرين والله في حاجات بتضحك كده يعني. اولا الاول بقول لها كل سنه وانت طيبه واسلم عليها من خلالك لان بقالي سنه ما شفتهاش اصلا. وبقول لها يا ريت تكلمني من رقم جديد يعني معلش رقم الاخير اللي عندي يمكن من سنه. لا ايوه. فبقول لها كل سنه وانت طيبه. شيرين صديقه واخت. شيرين دلوقتي كل ما بفتح السوشيال ميديا بلاقيك انت الخطيب شيرين، ايه الربط ده الغريب العجيب ده؟ مش عارف الحقيقه يعني. انا بحس انه في ناس، نتكلم بصراحه، عايزين يضربوا ما بين شيرين وانغام. لا وانت يعني ماليش دعوه بيك. انت بالاخير راجل مبدع. لا وموزع رائع. انا اللي يخصني هو انا فقط، بس انا كل الناس بحترمها. وكل الفنانين المصريين كلهم على راسي، كلهم بحترمهم. والفنانين العرب كمان كلهم اخواتي وكلهم ناس محترمه. وانا زيك. انا اتفاجئت بالكلام ده. ومفيش حد يعني انا بره قصه ضرب ومش ضرب. الناس دي ناس محترمه وناس ليها تاريخ. ما يعني ما اعرفش اصلا انا نفسي اعرف مين صاحب الفكره دي. واشمعنى بعد 22 سنه انا وشيرين اصحاب واصدقاء واخوات وعملنا كل النجاحات دي وشمعنا جايين النهارده نتكلم في الكلام ده؟ مش عارف. انا الحقيقه يعني ما كنتش انا ما اتكلمتش في الموضوع. انا قعدت اضحك لما على فكره عارف. انا لحيت عليه عشان ينفي لانه هو يعني مخه في شغله فبيتحط دايما بمواقف. المشكله هو طالع زي العريس كده بس هو لانه دلوقتي رايحين احنا افتتاح الفيلم. طبعا الاول عايز استغل منور الرياض. الله يخليك منور اهلها. وعايز استغل بس الفيديو ده ان انا اقول بجد فيلم رائع رائع. انا شفته طبعا.